الاقتصاد العالمي. معنا من أبو ظبي السيد نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities. أهلا بك سيد نور الدين. بداية باليونان، تراجعت البورصة اليوم 23% في أولى جلسات التداول، ما أدى لهبوط اليورو. كيف سيتطور هذا الأمر في رأيك؟ نعم، أمامنا نوعا ما على الأقل أسبوع إلى أسبوعين حتى يتم نوعا ما استيعاب ما حصل في البورصة اليونانية اليوم. على الرغم من ذلك إلا أنه الأسواق الأوروبية ارتفعت اليوم، سواء كان على مؤشر داكس كاكاو في فرنسا أو حتى آيبكس بإسبانيا. لذلك لا نعتقد أنه سيكون له تأثير كبير، حتى وأن اليورو عاد مرة أخرى الآن إلى الارتفاع، وحتى أنه الآن أصبح ارتفاع أعلى من الدولار الأمريكي، يتغلب على الدولار الأمريكي اليوم حواليا بحوالي 20 نقطة مئوية. ذلك يعود لسبب مهم، وهي الأرقام الاقتصادية السلبية من الولايات المتحدة الأمريكية التي أتت بأقل من التوقعات، ومنها أيضا ما أتى سلبي. لذلك لا نعتقد أنه سيكون لها لليونان تأثير كبير بعد الآن في تداولات اليورو، بقدر ما سيكون أيضا الأرقام الاقتصادية الأوروبية والأمريكية حالة الأسواق. نعم، بالانتقال إلى موضوع الصين، حيث تراجع النشاط الصناعي في يوليو إلى أدنى مستوى منذ 15 شهرا، برأيك كيف سيؤثر هذا الأمر على الاقتصاد العالمي؟ نعم، هذا الشيء أو الرقم الذي تم الإعلان عنه يوم أمس أو حوالي فجر اليوم بحوالي الساعة 3:30 فجرا بتوقيت أبو ظبي، نوعا ما يزيد من توقعات الأسواق بمزيد من الضعف بالاقتصاد العالمي نوعا ما، وأيضا يزيد توقعات بانخفاض الطلب من جديد. لكن بنفس الوقت لا ننسى أنه الصين أولا هي من حملت تعافي الاقتصاد العالمي طوال فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية من جهة، وأيضا بنفس الوقت لا زالت تدعم ذلك. والآن التصحيح قد يكون هي فترة تصحيح على المدى المتوسط بعد ارتفاعات دامت إلى أكثر من حوالي 7 سنوات. لذلك لا نعتقد انه سيكون له تاثير الصين، يعني او تراجع الصين سيكون له اثر سلبي جدا، لكن على الجميع النظر الى ما يحدث من جديد بشكل عام في كل الاقتصاد العالمي وليس فقط ما يحدث بالصين. طالما هناك لدينا تراجع بالصين، لطالما سنشهد نوعا ما ضغط مره اخرى على الاقتصادات العالميه بشكل واضح. لكن ايضا لا ننسى شيء مهم جدا، انه حتى لو استمرت هذه الفتره بالتراجع، الصين بالنهاية لا زال لديها 7% من الناتج الإجمالي، وهو شيء غير متواجد في أي دولة بالعالم نحو حتى الآن بعد فترة الأزمة المالية. أخيرا سيد نور الدين، ماذا يعني تراجع نسبة ارتفاع الرواتب في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها؟ نعم، هذا الرقم كان يوم الجمعة، مع أنه لم يكن هناك العديد يتطلعون إليه لأنه كان يوم جمعة وكان الجميع يترك الأسواق نحو عطلة نهاية الأسبوع. لكن الانخفاض أدى إلى نوعا ما، أو الانخفاض نسبة الارتفاع أدى إلى تقليص توقعات الأسواق بأن يتم رفع أسعار الفائدة في سبتمبر. النسبة كانت تشير إلى حوالي 70% أن يتم هناك في رفع أسعار الفائدة في سبتمبر. اليوم وبعد أرقام اليوم وأرقام يوم الجمعة أصبحت النسبة 30% فقط. لكن أيضا لازلنا يجب علينا الانتظار مزيد من الدلائل، قد نشهد المزيد من الأرقام خلال الأسبوع الجاري، لكن أهم رقم سيكون معدلات التضخم وأيضا تقرير الوظائف الأمريكي. أي قراءة بالنسبة لمعدلات الرواتب أقل من التوقعات أيضا، هذا الشيء الذي سيلاشي أو ستتلاشى نوعا ما توقعات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، وقد نتجه نحو ديسمبر أو ما بعد ذلك. نعم، السيد نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. والآن نلقي نظرة على أسعار المال.